مسلسل كبير جيد ميديا. السلام عليكم. السلام عليكم. خويا غزالي نهار كبير هذا ميطلع عينك. ايوا كاس عاود بخير. احنا رجعنا للقصر الكبير. اي المدينه ديالك. ضروري. انا بس بديتي اول مره. ايه. ياك. مجموعه اللي بديتي مع المره الاولى. خاي بدي المجموعه الاولى. برشا سيدي التاريخ الازلي. واحد العطاء هو الاولاني كيكون زوين. بدينا بدي ام سي انا ومنير هو اللي شجعني ولكن اول جروب يعني خرجنا فيه اغاني يعني هكا كان كلام بورطاس انا و 2004 لا قبل 2003 ربما انا وطارق انا وطارق طارق كان ولا مع ولاد الحكمه ولاد الحكمه من اين مدينه؟ كانوا في ولاد حميد. ولاد الحكمه كانوا في دوزان عاودت هما في واحد الوقت. وتا طارق عطا تبارك الله وشاف واحد طرق مزيانه اللي فهمتيني كنحتارمو بزاف مزيان انا وياه دوزنا 10 دوزنا تما فاش تحكينا في استوديو مزيان فهمتيني بدينا نتعلمو نسجلو راسنا مزيان ودابا الحمد لله في هذاك الوقت كنتوا عاطين هذاك المشعل زوين. واحد ديك الوقت كانت يعني واحد الحاجه بحال نقولوا غريبه للمجتمع بحال الراب كان غريب يعني كتغني اغنيه ولا غدا كتسمعها في السوق تسمعها في المدينه حيت الراب زنقاوي الزنقه. لا ما كان في ديك الوقت بالعكس الوقت كنا كنعطيو على صحاب الحنال المدينه كنبقاو نسميو الاسماء باش النادل تيدخل يسمع راه حيت هذاك حيت كتعيش في صعب كبير حيت المدينه ديالك كنذكروا المدينه هكذا بالاخص في الاول. من بعد ملي اسسنا ملي تزادوا معنا دراري اولا هما يعني بحال اعطيناهم وتزادوا معايا طارق ديك الساعات كان يعني مشى وفي الكلاشات في الكلاشات كلاشات في مصر وقصر بداو الكلاشات اخي المجموعة اللي بدات الكلاسات يمكن من مروان. لا كان احتكاك انا نقول لك شنو كان البلان دابا بحال دابا مروان كان بدا كيسجل مع دراري اخرين يعني وكنت انا ما عرفوش راه بدا كيسجل كيجيو مثلا دراري وحدين اخرين الهدف ديالهم هما انهم غير يسجلوا معاك ولا يتقربوا منك او لا يكونوا معاك باش يتسناو راهما وفي نفس الوقت هاد الدراري هادو راه مهمين لهاد الدومين هما اللي بحال كيشعلوا العافيه ودابا بلاتي هاد الدراري شعلت العافيه ونضت البيبان كليكه هنايا وكليكه هنايا ولكننا كنتلاقاو والحمد لله زعما ما عمر شي نهار ما كانش بيناتكم عداوه كان كيوقع احتكاك وكذا وكيبغيو الدراري ينوضوا في العداوه ولكن الحمد لله يعني من بعد طلعنا في كونسيرتات تكون باطين يعني راب ماشي كومبو لا 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 كنا كنخرجوا مثلا واحد النهار كانت تتوقع كومبو والحمد لله الدراري بحال لا عاقوا حيت هذوك اللي كانوا كينفخوا في البالون هذوك الناس راه توصل شي حاجه ماشي هي هذوك الدراري دخلوا في الكوره مزيانه الحمد لله حنا كانوا معنا شي دراري بحال نقولوا اللي سخو راسهم سخون دابا اسمح لي نقاطعك دابا الدومين ديالكم الراب ما كيتحبسش كنا دابا داك الشيء ديال مثلا الاحتكاك وكذا راه كانوا في 2000 2005 يعني ملي كنا مثلا باعين كونسيرتات بزاف في الشارع من بعد هاد الدراري هادو مثلا ملي ولينا كنعرفو بعضياتنا عن قرب راه اشتغلنا مع بعضياتنا خدمنا مع بعضياتنا طلعنا في كونسيرتات مع بعضياتنا سجلنا مع بعضياتنا شي حوايج ولات واحد المحبه بيناتكم واحد الصداقه دابا انا نقول لك انا مروان لحد الان كنتصل به مزيان الحمد لله كتبقى هذيك العلاقه الدراري الاخرين كنعرفهم وكذا المهم وكاين حتى ديك اللي مثلا اللي كانوا دايرين ديك السوسه في واحد الوقت باش تكون ديك الحمائي هذوك اللي كيشعلوا الميتة كما كنقولوا حنا اللي كيشعلوا الميتة هذاك يكون الهدف ديالو هو انه عايب البلبالة ونوض الصداع الروبلة هنايا هنايا الروبلة هادو كيتقاتلو دايما هما كيعجبهم دابا حنايا ملي كبرنا عقلنا الحمد لله
راه حتى مثلا نهضروا قبل ما يموت راشد الله يرحمه راشد قبل ما يروحوا الدراري في هي كذا بحال بدينا كنعيا دابا راشد انا راشد دابا راشد انت ذكرتيني به اللي كان تا هو واحد الشاب زوين تا هو حتى ثاني كان عنده كلمات كان محروق على كان محروق كثر هو بحال دابا نقولوا مثلا حنا واخا كنا كنخدموا الله يرحمه برحمته الله حنا كنا كنبحثوا وكذا هو اللي هو كان فهمتيني عنده واحد العناد هو عايش داك الشيء ريف فهمتيني بحال دابا تقدر مثلا انايا مثلا في الوقت انا مثلا نخدم باش ندبر طاف الخبز وكذا ولا باش نجمع مصاريف وكذا باش نشري الماتريال هو اش كيدير هو كيجي مثلا عندي عايش داك الشيء باقي يشوف الهيد ديالو الهيد ديالو كيف راحتي ما بين اللوجيك والهوايه ضروري خصو داك الشيء هو كيمارسو يوميا ولكن مع ذلك خرج مع راشد والدري دابا الحمد لله هذيك لا الاسره ديالو الله يرحم شوف الاسره ديال راشد الله يعمرها سلعه ولا هو بيد الله يعمرها سلعه الله ينزل عليه الرحمه على دليل الكلام ديالك عنده واحد جوج خوت وتوان راهم في طنجه الحمد لله خير فنيه والظروف الله الحمد لله دابا حنا في 2022 كاين شي جديد كاين انا خدام ان شاء الله في البوم كلاسيك كلاسيك هذه راه اول مره نقوله ما بغيتش نقول هذيك النهار جا واحد لاشطاب واحد ستوري الالبوم غيكونوا فيه يكونوا فيه فيتشرينغ مع دراري ولكن الاحسن ما نحرقش تحل المفاجاه 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 هما ربما راه كاين شي واحد 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 بدا واحد خونا بدا كيبان لي فيه ربما يحط ربما ما يحط شيء ما نرى حيتاش كنت عندي واحد الكونترا بواحد الشريك وانا الامير غيسى هايدا كيبغيو يخدموا بداك الشيء ديال الاعراض عرفت 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 انا ما عنديش الا داك الشيء انا كيعجبني مثلا تكون في واحد الحاجه مسافر انا بيدي الا كنت غنخدم معاك في المجال الفني خدم معايا في المجال الفني مسافر انا درت الاداره الفنيه درت المهم درت بزاف د الحوايج ما خصنيش نطيح شي حاجه تافهه اللي شي حاجه تافهه اللي تخليك توصلك ترجعك ل 2004 ما ترجعنيش ماشي 2004 بالنسبه لي انا ما ترجعنيش 2004 ولكن انايا مثلا بحال دابا نقول داك النفسيه ديالي وداك الشيء اللي بنيته مده طويله خصنيش نجي دابا نخسر يمكن هاد السيد هذا عاد مبتدئ ما كيفهمش لا لا ما كاين ما استراتيجي ديالو ما كيخدموا هيدا بالعاني باش يخدموا باي حاجه وانا بالنسبه لي انا داك الشيء راه عندي عادي ولكن انا طامع بيني ما يسمح ليش نخدم داك متافق معك بحال دابا مثلا فلان مثلا نشوفك مثلا مع شي واحد مثلا شي تمكار ولا كذا ولا شي ولا مثلا شي سيتياسيون ولا شي هذيك شحال هذي ولا جبد لك شي صوره من شي ارشيف ماشي هو هذاك واحد اللي نذكرك فيها فهمتك يعني ضد ديك الفكره لا بحال دابا مثلا شي ملي كانت عندها 18 عام ولا 17 عام كنت كنجلس مع شي واحد عادي كيشرب ولا كيشرب ما تاخذتي لي واحد الفكره دائما هو المشكله مطلقه يعني قدر ياخذ لك ديك بحال دابا المعدل ديالك في التحضيري قدر يجيبو نشرو دار مثلا جبت الصوره ديالك مع بوك شي حاجه اللي تقيسك انت ما تعجبكش من الاسماء هذا بحال اللي نقولوا مثلا كي درت تدليس ماشي واحد هضر على شركه كاينه بزاف كاينه شركات وكالات كيخدموا في هذا الشيء وكاينه الناس اللي خدمتي معاهم وبغاو ما بغاوش يحترموا هذاك العطاء ديالك اللي عطيتيه لهم وهذيك الافكار ديالك اللي عطيتيه لهم دابا انا كنعرف شي واحد هنا بزاف حاليا كاين اللي ولا نجم كاين اللي العكس حيت اللي فيه الخير تيتلاقى عليا وتيسلم عليا وتيجلس معايا وهم نجوم تنحترمهم وشغلت معاهم ومازال نشتغل معاهم على صبيغتك على صبيغتك كما كنقولوا هيدا بقى على صبيغته واخا كيكبر حتى كنجم كنعرف عدد ومازال باقيين معاهم اتصال بيناتهم كاملين يعني سواء اللي خارج المغرب ولا داخل المغرب وكاينه بعض الوحدين اللي بدلوا الجلده ديالهم كيتركبهم الالامي الجلده ديالهم بدلوها تسمع الصوت ديالهم مثلا في الشجال وكذا تيتلاقى شي واحد من الجمهور مثلا وتيتغرق تيقول يسحبوا الله راه صافي راه ولا هو ستار ولا نجم نجم ولا
هنا فهمتيني او شي نهار طلعت له شي الف ابو المهم شي لعبه هي 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 النجوميه راه ماشي هي النجوميه راه خصك لاباز ديالها صاحبي هنا في المغرب راه ما كاينش النجوميه تعرف تولي ستار في لحظه تقدر تولي تقدر تولي مثلا فهمتك فهمتك حيت هذا هذه لغه الزنقه لغه الزنقه من حقها تستعمل اي حاجه عطاري يكون موجه ديجا كاين اللي كيكون كتسمى ظاهره صوتيه نقدر مثلا انا بيدي نقدر نشد واحد دابا نعطيه مثلا شي بيس انستري نبقى نسجلو يولي ستار في يوتيوب مثلا نخرج عليه تروليات وكذا وكذا هذا الشيء كيديروه دابا هادشي راه كيديروه هذا هو كان اللي كنهضر لك وبالحق كيبني ظاهره صوتيه ولكن عنده غير واحد المده محدوده كيتشوطو فيه وبالحق الانسان اللي فارض راسو وعارف راسو اش كيقول وكيعرف راسو شنو كيخرج هذاك كيكون فنان كيكون واثق حيت عارف راسو داكشي كيقولو ديال طول الحياه كيكون مخرج من الداخل بحال دابا نعطيك لي سيكونسيل هذا هذا اللي اسمح لي هذا مثلا يكون هو عاش هذاك الشيء ولا صحابه بصراحة والله الحاجة اللي ما عشتهاش ولا ما حسيتش بها بما تسمي حتى شي انك ديرها في تخرجها ولا تكسبها حيت هذاك الشيء كيبقى مسجل عليك مازال حاجة خاص بغيت تمسح هذاك الشيء ربما بعد مرة تمسح والحق الحمد لله على المعرفة اللي كنعرفك بها انا السي الغزالي كان ولد البلاد ديالك ولد المدينة ديالك الكلمات ديالك كيعجبوني في الراب وحتى الطريقه اللي كتكلم بها الواقع ديال الحياه اللي كنعيشوا بها ماشي هذاك الشيء زواق اصلا الواقع دابا اللي راه بعض المرات صح الشيء اللي كنعبر به حيت دابا الراب اللي كنعبر راه كنزيد واحد الموسيقى واحد الشيء ديال داك الشيء الجمالي هي بحال دابا الراب اللي ولا حاليا في 2022 راي ماشي راب صراحة هو يكون لك شوية ديال مثلا في الجوفلة فرنسا راه تستعمل شوية ديال التقنيات سواء كانوا راي ولا رندي ولا بوب ولا المهم يكون داك الشيء مزيون فهمتك اما ملي كيولي مثلا واحد محسوب عليه رابور وهو كيخربق او كيقول مثلا شي جوج كلمات كيتشابهوا في الديسكو كامل ديك الساعة كيولي غير كيخربق ما كتكسع ما تبقاش يعطي شي حاجة اللي كيدير الواين وايد دابا بحال دابا مثلا مثال بحال هذيك الشجرة هاهي هاهي دابا الشجرة هادي عافية الحقيقة هي الحياة فهمتيني كذلك حبت هنا الحي الغزالي وهذاك الشيء اللي دابا انت عيشتي مع اجيال وعيشتي شاب عيشه صغير دوزتي هذاك الوقت كنخصنا نتكونوا فيه نعرفوا شنو هو لاب شنو هو الفن هو الفن المضمون ديالو الملموس والفلسفي اساس ملي كتوصل للغايه ديال الفن كتعرف شنو هو الرساله واش باش نكون انا انسان يعني كنمثل على راسي وكان فنان كدا وكنمدح من الارسنت والواحد كدا ولا كدا او نكون انا واحد الانسان نخلي واحد الاثر من ورايا بحد نمشي عند الله عز وجل يعني كيفاش غنفهمني واش غنخلي لواحد الناس واحد الوالد انه نهضرو عليه او يوصلو طريقه زوينه المهم ميساج دابا المفهوم اللي فهمت انا غزالي من الكلام ديالك حيت الموسيقى ديالك ولا الموضوع اللي كتكلم به دار يسمعو الانسان اللي عنده 11 عام 12 عام 13 عام 12 عام 13 عام هادي يتاثر بالكلام ديالك بالحق كتخلي التاثير ديالك زوين بالعكس انا حاليا كنشوف الاحصائيات ديال الانسان سبوتيفاي كنلقى بعض المرات ناس عندهم 60 عام 60 عام 62 البارح حتى جبني غريب كنقول كيفاش انا واحد
12 1% من المستمعين ديالي ناس كبار. هذه راهي يعني ايجابيه بالنسبه لي. هذه مازال داكشي اللي تعلمت انايا مؤخرا مازال نبارطاجي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الافكار اللي جديده ان شاء الله والمعلومات اللي مثلا اللي قيمه اللي يقدر يستافد منها الانسان اللي كبير او اللي عنده واحد المنظور شمولي للكون مازال ان شاء الله نبارطاجي ان شاء الله يا ربي. يعني كل ما كيكبر الانسان كل ما كينضج كيزيد يكتسب واحد المعارف وكيزيد يبلورو في الكتابات ديالو وفي الالحان ديالو. صافا معاك حيت كيولي عنده معرفه في الحياه. برافو. هذه معرفه في الحياه وان شاء الله يا ربي الحبيب نتمنوا الجديد ديالك نسمعوها. كاينة حاليا ما بغينا والو اللي كنتسجل في 2016 واللي سمعتو قبيله معاك هذاك باكستيج مازال جديد. ربما يتلاحوا في الصيف وبالنسبة للياسك إن شاء الله أنا ما خصنيش مثلا أرجع اليوتيوب نحط لك شيء مثلا عادي كاين التوزيع العالمي. دابا نقطة اسمح لي ما سولتكش عليها وذكرتيني بها. دابا القضية ديال اليوتيوب كيف المنظر ديالها؟ اليوتيوب علاش ما بقيتيش كت ماشي ما بقيتش كن دابا كانت عندي قناة في يوتيوب كنت كنحط فيها كلشي وطلع على السيت على كلشي وبدات كتخلص ولكن كاين بعض الناس اللي كيشوفوك مثلا عندك قناة في يوتيوب ولا كذا تبدا يقول لك انشر لي هادي دير لي هادي واحد قال لك تدخل 1.5 مليون اش كنشوفو في هذا. دابا دوك كيدخلوا لك في الخصوصية ديالك. الخصوصية ديالنا بنادم ما خاصوش تدخل حاليا عندي كلشي كيخلص وانا محبس له لاسانس ديالي باش تكون فيه الرمال. انا بارك عليا تخلصها من الموسيقى مزيان وخا التوزيع العالمي كيتطلب فيه ديال الفلوس حيت ملي كتجي توزع مثلا اغنيه في التوزيع العالمي كتخلص عليه ملي كتفتح ميلا في سبوتيفاي كتخلص عليه انت راه معروف راه السينا اللي كتبغي تصنف في سبوتيفاي راه خصك تخلص. صافا انا ما كاين اللي ما عارفش هادشي دابا مفهوم اللي تخلص مفهوم اللي فهمتك اخي الغزالي باللي انت كتامن براسك انا كرياتيف يعني مادام تتعدى لواحد الموسيقى اللي كتعبر عليك وخدمتي فيها سنوات راه ما جاش يتعب ما جاش مولود الان راه جا تعب ديال واحد السنوات ديال الخدمه وشحال وحنا كنفشلوا كنطيحوا مزيان باش تعلمنا مثلا اننا نحافظوا على الموسيقى ديالنا ونضمنوا له ديك الاستمراريه ونضمنوا حقوق التاليف في مصر. اصعب حاجه كنا كنواجهوها في المجال ديال الموسيقى هو حقوق التاليف في مصر. دابا الحمد لله الامكانيات كاينه دابا الان العالم راه متطور والحمد لله وكنشكرك على هادشي هذا اللي الاخر ونهار كبير هذا وسمح لنا بزاف وان شاء الله يا ربي الحبيب نكونوا ما تنساوش تدخلوا سبوتيفاي سامسونج ديزك غتلقاو في سبوتيفاي ديزل انغامي يوتيوب ميوزك يعني التوزيع العالمي ماشي التوزيع ديال سي بي ام ديال وهذاك برافو ديالك حيتاش ملي كتكون توزيع عالمي تتوقع طبعا النصر زايده على التوزيع صافا امال شكرا خير غزالي وسمح لنا بزاف.